مين اللي بينتفع بالشيوخ؟ اغلبهم العاميين. ليش؟ لانه ما في شيء يشوف حاله فيه. تجي عن شيخ ماله شايف حاله، لو هو بالحقيقه ما بيعرف اركان الوضوء، اذا من ناحيه علميه ومن ناحيه يعني كمان حياتيه، يعني عامل شغيل، ما في على شو بده يشوف حاله، وفقير على شو بده يشوف حاله، لا دنيا ولا ما في شيء. فلذلك هذا بيجي عند الشيخ متذلل ومتواضع، فلما بيكون متواضع متذلل يعطيه الله عز وجل. اكثر من دفعوا بشيخنا هنين العوام اكثر من العلماء. ابو خليل كاشف عامك، ابو غنين كان عامي ما في شيء، ما بيعرف شيء، امي، لكن كانت قلوب عارفين بالله. الله اعطاهم من العطاء القلبي ما شيء يعني ما يتخيله عقل، واللي كانوا واللي كلية الدعوة وكلية اصول الدين وكلية الاوزاعي كل سنة منخرج منها، كل سنة عم نخرج منها مئات وما عم ننتفع منهم لا بعلم ولا عم ننتفع منهم بتربية ولا عم ننتفع منهم بشيء، لان عم يجي يتعلموا ويمشوا، ما تربوا، ما دخلوا مدرسة التربية، لذلك ما عم يطلع منهم شيء ابدا، ما في شيء، ما في حركة.